واش الخوت كلشي بخير؟ المهم الفيديو ديال اليوم فيديو زوين وفيديو فيه رساله مهمه جدا. المهم راح حطيتها في الانستغرام ديالي وكاين اللي فهم وكاين اللي ما فهمش. المهم الفيديو اليوم التصويره هذه اصلا راه كدوي باينه، راه كدوي على الحريق، الناس اللي حرقوا هذاك الشيء راه باينه. جات عليا الفكره قلت اجي نصايبها، قبلت لي هذيك الصنداره اللي عزيزه على المغاربه، شديتها وحاولت قديتها ودرت فيها الابداع ديالي وديال فوتوشوب ارت باش كتصايب بحال هكا. وكاينين بزاف ديال المواضيع وبزاف ديال التصاور فوتوشوب ارت، وكاينين بزاف ديال الابداع ومنو قدام راه جايين وراه مصايبين وباقي كاع ما لحتهم. المهم دوزو عندي الانستغرام، راك تما في كنلوح تصاور قبل ما نلوحهم، قبل ما نوريها لكم كيفاش تقادات في يوتيوب، راه كنلوح في الانستغرام تصويره مليوحه مقاده، وفي اليوتيوب راه كنقول لكم كيفاش تقادات. المهم دوزو الانستغرام راه تشوفوا كل شيء. وهادشي اللي كان الاخوان، نبداو الفيديو ديالنا وتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. الفيديو ما غاديش نسرعو اكثر باش تستافدوا اكثر. هادشي اللي كاين الاخوان، ليتس جو.